اهلا وسهلا فيكم ببدو تريد. اليوم بدي احكي عن الصعود يلي عم نشوفه هلا للبيتكوين والكريبتو ويلي حكينا عنه نحن من 3 ايام. بدنا نحكي كمان عن تحليلات على الشبكه عم بتصير، وبالاخر بدي انهي برايي انا شو راح يصير. بليز لايك اند سبسكرايب للشانل. خلينا نبلش. اول شيء بدنا نقول انه مثل ما شفتوا السوق طالع بشكل كثير كبير. انا من 3 ايام حكيت عن هالشغله، في صعود مؤقت من 3 ايام، صعود مؤقت آتن، وأفضل مناطق لنفوت فيها على السوق. أنا حكيت عنها هالشغلة من 3 أيام. شو سبب هالصعود؟ أول شيء كان إذا بنفوت على الـ S&P 500 يلي هو مؤشر للبورصة الأمريكية، أفضل أهم 500 شركة بالعالم، وكيف إلى فترة طويلة جمعة 2 3 4 5 6 7 تجمع يلي هو تاريخيا ولا مرة صايرة نحن كنا نازلين. إذا كفاينا كانت هالجمعة كنا بلشنا بالركود الاقتصادي اللي مبين. وصلنا لهالجمعة وطلعنا بشكل كبير ونحن توقعنا الطلعة تصير وقلنا وحكينا عنها. المؤشر الثاني اللي خلاني اتوقع الطلعة اللي هو الديكسي. ديكسي هو الدولار اندكس، بيعيطوله ديكسي، مؤشر لقوة الدولار الامريكاني. وصلنا لأعلى نقطة هون بالـ105. وقت الدولار الامريكاني يقوى يتطلع قيمته، البيتكوين وبقية الكريبتو بتوطى قيمتها، وحتى البورصة. وقت يوطى الدولار اندكس بتعلى قيمة البيتكوين والبورصة. تاريخيا هيك بيصير، هذا مؤشر دايما بيصير. سو قوة الدولار وصلت لأعلى نقطة من زمان كتير، مش هيك كانت كل شيء عم يوطى سعره. هلأ بلش توطى قيمة الدولار وعم تعلى قوة الدولار وعم تعلى البيتكوين وعم يعلى الأسواق البورصة بلشت تعلى اوتوماتيكلي. الاس ام بي 500 نحن عادة بنلحقه اللي حكينا عنه، طلع فترة أول شيء الاس ام بي 500 شيء بسيط طلع، البيتكوين تأخرت شوي وهلأ لمبارح لبلشنا نلحقه بالطلعة. بس دايما بنلحق الاس ام بي 500 والناسداك، البيتكوين إلى فترة كتيرة عم تلحقه. أرأ شو في مؤشرات على الشبكة؟ أول شيء بعدهم الحيتين بعدهم عم يشتروا، ما عم بيوقفوا الحيتين. العالم اللي معها أكثر من 10,000 بيتكوين بعدها عم تشتري وبعدها عم بتزيد عدد البيتكوين تبعها. غير مؤشرات العالم اللي معها ستيبل كوين، ستيبل كوين العملات الثابتة يعني مع دولار أو ين أو يورو أو حيلا عملة ثابتة على الاكسشينج على المنصات، بس منا عم تشتري ما عم تبيع. في بقيمة 37 مليار دولار قاعدين على جنب عم يتفرجوا ناطرين ليشوفوا السوق شو بده يعمل. في أحد كبار أهم المحللين بيتر برانت على البورصة، هذا مش محلل الكريبتو للبورصة، شو بيقول؟ بيقول كتير من البيرز العالم متوقع السوق يهبط، عم مفكرين السيناريو رح يكون مثل سيناريو 2007-2008 يعني رح يهبط نعلى شوي ونكفي هبطتنا لهون، بينما هو متوقع سيناريو 2010-2011 للبورصة ننزل وهلأ نوصل لهالمرحلة ونبلش طلعتنا الكبيرة. هيك هو متوقع. سو هيدا بولش نيوز على لهالمحلل. The Rational Root كمان عم بيحلل، له فترة العالم اللي حاملين بتكون لهم فترة بالريتيل مش الحيتان العادي، إنه فترة عم بيبيعه ونزلوا السعر. هلأ بلشنا أول مرة من فترة طويلة بلشنا لنا 6 أيام ماشيين جنابي، ما عم بيصير بيع ما عم بيصير شيء. عادة بعد الجنابي مثل ما لاحظين بيمشي جنابي بيبلش طلعته، يمكن بيلحقوا طلعته. هو يعني هذا هالشيء عم بيدلنا على هالشغل يعني متوقعين طلعة أو موف قريبة. غير هيك ستوك ماني ليزرد شو قال كمان؟ بال2014-2015 كان في 450 يوم تقريبا من نزلة، في طلعات صغيرة فيها بس كانت تقريبا سوق جنابي ونازل بالبير ماركت، بعدها لحقوا بقبة كتير كبيرة. بال2018-2019 كان في سوق جنابي وواطع على فترة 480 نهار، بعدين كفينا لل2021 يعني هون بلش من وقت وصلنا على التوب بال64,000 دولار، نزلنا رجعنا طلعنا على 69، بس كمان ضلينا نازلين يعني منا كتير لهلأ 490 نهار، يعني هلأ صرنا تقريبا بالوقت اللي لازم يبلش السوق يطلع فيه. هو متوقع السوق يوصل، هذا توقعه هو مش توقعي أنا، بين الـ180,000 لـ400,000 دولار، هذا توقعات ستوك ماني مش توقعاتي أنا بس لأكل هالشي. بس حسب في أحد قال شيء أنا بوافقه الرأي اللي هو بلان سي. بلان سي محلل على الشبكة كتير بيحكي عن كذا مؤشر، وعملنا هذا المؤشر بفرجينا نسبة الخطورة حسب أي منطقة عم نشتري.
لازم نحن نشتري بالمناطق الخضراء، يعني نحن بنكون على المدى البعيد عم نعمل اكثر شيء ربح، كل اللي بيشتري بالمناطق الخضراء. وهلا نحن بالمنطقه الخضراء، يلي بيشتري بالمنطقه الحمراء منطقه كثير خطره، اقل خطوره، اقل خطوره. حيلا منطقه من الواحد للعشرين يلي هي هون بالمنطقه الخضراء بيكون دخول على السوق بشكل كبير. معقول ينزل السوق لتحت العشرين؟ اكيد معقول، بس على المدى البعيد ها منطقه كتير منيحه للواحد يبلش يشتري فيها، هيك عم بيقول هو. انا بوافق الراي. نفس الشيء فيليب سويفت، نفس الموديل بس بطريقه ثانيه عاملينه، يلي اذا عالم بتبيع على الاحمر وبتشتري على الاخضر تاريخيا بتعمل ارباح طائله، ارباح كتير كتير كبيره. بالاخر بدي انهي انا شو رايي. شو رأيي؟ أول شيء قلنا فترة ماشيين بطريقة جنبية للبيتكوين وسوق الكريبتو كله عم يلحقها. أول مرة بنكسر هالخط هون، قلنا فترة نازلين نزول كسرناه وبلشنا البولش مومنتوم. هلا أنا إذا بدنا نتوقع شو بده يصير، أنا رح أنزل فرجيكم في مؤشر تاني فوقه، هو المؤشر الأساسي يلي هو الترند لاين اللي عنا إياه فوق. الترند لاين اللي عنا إياه فوق بده يصير، إذا بدنا نطلع عليه بده يوافي تقريبا على نفس الليفل لمؤشر السعر ال 200 نهار 200 داي موفينج افريج. وقت نوصل عليه يعني نحن بين ال 36 وال 38 الف. انا حكيتكم عن هالموضوع انه انا بتوقع من 3 ايام البيتكوين تعمل رالي ل 36 ل 38 الف. هون متوقع يصير بيع والعالم بتاخد ارباح كتير كتير، محللين وتريدرز عم بيراقبوا هالسعر وبدهم ياخدوا ارباح هون. وقت ياخدوا ارباح رح ينزلوا السوق بشكل كتير كبير. هلا اذا كسرنا هذا الخط هون الترند يلي هو على مؤشر ال 200 نهار وكل هي، بده يكون في شيء قوي كتير بالسوق عم بيصير ليخلينا نكسر هذا الخط. شيء على السوق مثل شو؟ يعني بده يكون في سبوت اي تي اف بامريكا يطلع، او الاحتياط الفيدرالي يخفف زياده الفوائد او والتضخم ينزل، او نهايه الحرب. يعني حيالله شيء من هالاشياء تصير بتعطينا كاتاليست او دفع انف لحتى نكسر هذا الخط ونضلنا طالعين. لانه لهلا بعد العالم خيفانه، بعد العالم قاعده على جنب، عم تستعمل مصرياتها 37 مليار دولار قاعدين على جنب. سو انا متوقع نزله، يمكن تكون اخر نزله ننزل لل 22000، يمكن نرجع ننزل لهون قبل ما نكمل طلعتنا. بس ال 36 ل 38000 تاريخيا كانت منطقه كثير قويه، ملاحظين هون؟ لاحظوا هون، لكن كم مره بندق فيها وما عم نقدر نكسرها اذا عم تلاحظوا. سو هيدي المنطقه كثير كثير مهمه، رح تكون منطقه رح ندق فيها ونرجع ننزل. هذا رايي الشخصي انا. اعملوا كومنت بلو اذا انتم بتوافقوني ولا ما بتوافقوني رايي، بس انا على هالاساس عم بشتغل. بالاخر بدي انهي، ما حدا بيعرف وين امتى بيكون اعلى نقطه بالسوق او امتى اوطى نقطه بالسوق. بس اذا بنتصرف عكس اكثريه العالم، يعني العالم وقت تكون كلها خيفانه نحن نكون جشعين ونبلش نشتري، وقت تكون العالم كثير طميعه وجشعه نحن نبلش ننتبه ونترك حالنا معنا مصاري لبعدين نشتري. لازم نتصرف عكسهم. اذا بنلحق هيدي استراتيجيه دائما بنعمل ارباح كثير كبيره. هيك قال وارن بيفيه، وما قالها بس هو عم يتصرف فيها. وقت نزل اخر نزل السوق، وارن بيفيه اشترى بقيمه 51 مليار دولار، بلش يشتري بالبورصه 51 مليار دولار، وحكيت عنها قبل انا. يعني وقت العالم تكون كثير خيفانه هو بلش يشتري، وقت العالم تصير طميعه هو ببيع وبينطر. هيدي اذا بنلحقها استراتيجيه دائما بنعمل ارباح كبيره. بليز لايك اند سبسكرايب للشانل، والحقوني على بدوي اندرسكور تريدز على تويتر وعلى اليوتيوب. سبسكرايب للشانل وفقسوا على البيل نوتيفيكيشن، وانا بشوفكم قريبا بفيديو جديد وماركت ابديت جديد. ثانك يو.